مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدي ومتابعي قناة سمد بي، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا من مسد بي. يعني قبل ما نبدأ في الفقرة، يعني طبعا أجمل شتاء في العالم، فعاليات متميزة في إمارة دبي عبد الله، في الكثير من الأشياء، والشتاء حقيقة يخلي كل شيء حلو حتى جلستك في حوي بيتك. أكيد، وبعد الأمطار أكيد الأجواء راح تكون أحلى، وانخفاض في درجات الحرارة، وراح تكون هناك الكثير من الفعاليات اللي دائما نبحث عنها. تعرفين أن البارحة استذكر وانا قاعد في البيت ايام حتى والله انا بعد اقول ايام حلوه كنا فيها، يمكن فعاليات جميله. وهي دبي دائما تمتعنا اكيد بالفعاليات الكثيره. الناس دائما يسالون شو الفعاليات الجايه. صحيح، المقيمين والزائرين والمواطنين كلهم يسالون عن الفعاليات اللي تكون في اماره دبي، سواء في فصل الشتاء او فصل الصيف. وحقيقه فعاليات دبي كثيره ومتعدده، واكيد يعني فعالية تلو الفعالية، يعني ما تخلص الأجندات ما شاء الله في دبي. فالأجندة حافلة طول السنة بالكثير من الفعاليات والكثير من النشاطات اللي ممكن نستمتع بها في دبي، وبالتحديد أكيد في هاي الشهور الجميلة، بداية ممكن نقول من شهر نوفمبر إلين شهر 3 تقريبا قبل رمضان، تكون الفعاليات على قدم وساق في الإمارة. نبغى نتعرف أكثر مشاهدينا عن الفعاليات في دبي وأجندة شهر فبراير من خلال لقائنا في الاستديو مع الأستاذة آسيا الهاشمي، مدير إدارة الفعاليات الترفيهية مؤسسة دبي أكيد للمهرجانات والتجزئة. حياك الله ومرحبا بك معنا. في البداية السلام عليكم، حبيت أشكركم على استضافتكم لنا في البرنامج، وطبعا أشكر قناة سمد دبي على تسليط الضوء على أبرز الفعاليات المهمة اللي تصير في الإمارة. حياك الله ومرحبا بك، احنا نقول حيا الله بالحامل والمحمول. اكيد انت عندك الكثير من الاخبار الحلوه والتخفيضات والتنزيلات والفعاليات الحلوه اللي راح تكون في دبي. بدايه لو تخبرينا عن اهميه الفعاليات والمهرجانات اللي تستضيفها يعني دبي على مدار العام، وكيف يتم كذلك الاعلان عن هذه الفعاليات. طبعا اخوي عبد الله، مثل ما تعرف تعتبر مدينه دبي وجهه مفضله للزياره على مدار العام، وتضم مجموعة كثيرة، مجموعة متنوعة من المهرجانات والأنشطة الثقافية الترفيهية الرياضية والفنية اللي تلبي اهتمامات وأذواق جميع الجنسيات اللي تحتويها دبي. طبعا لا شك أخوي عبد الله، ومن لا شك أن إقامة الفعاليات في دبي تعطي لسكان والزوار دبي فرصة للاستمتاع بأوقاتهم مع الأهل والأصدقاء. وكل المعلومات المتعلقة بالمهرجانات والفعاليات والأنشطة موجودة في تطبيق وموقع دبي كالندر، جدول فعاليات دبي. وطبعا بعد غير الإمارة طبعا تستضيف فعاليات أعمال تجذب شريحة واسعة من الزوار بغرض الأعمال، واللي يسهم في تعزيز مكانة دبي لتكون أفضل وجهة للزيارة والسكن والعمل على مستوى العالم. يمكن أختي آسيا، نحن دوم نقول الفعاليات في دبي يعني متجددة ومثل ما ذكرنا، وتهم الصغار والكبار وتنول إعجاب ويعني محبة الكبار والصغار. يوم تكون في فعاليات تكون أنتم عندكم مثلا نقدر نقول أجندة أن في الفعاليات مخصصة للكبار، مخصصة للصغار، أماكن مختلفة، فعاليات مختلفة، أو حتى أن هي فعاليات عائلية تجمع الأسرة بكاملها. طبعا أختي سماح، مثل ما تعرفون جدول أو موقع وتطبيق جدول فعاليات دبي يستعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات على مدار العام، واللي تلبي اهتمامات وأذواق جميع الجنسيات من مختلف الثقافات والاهتمامات والأعمار. ومن بين أبرز هالفعاليات عندنا نحن مهرجان أنتولد، هو طبعا أكبر مهرجان عالمي للموسيقى الإلكترونية، واللي تحصل لأول مرة في المنطقة في مدينة دبي إكسبو من تاريخ 15 إلى 18 فبراير. وعندنا شو اسمه مهرجان سكة للفنون والتصميم، وهي مهرجان سنوي. هذا مهرجان، هي احتفالية مثل ما قلت، هي احتفالية فنية سنوية تقام في حي الشندغة التاريخي من تاريخ 23 فبراير إلى 3 مارس. وطبعا لعشاق الطعام في عندنا نحن مهرجان مذاق دبي، تيست اوف دبي،
بيكون في شو اسمه سكاي دبي من تاريخ 23 فبراير الى 25 فبراير. وطبعا المهرجان عبارة عن مهرجان طعام، صحيح، مشروبات، موسيقى وترفيه في نفس الوقت. عادة سمحت أحب التنس، قالوا في بطولة أكيد سوق دبي الحرة للتنس. طبعا شو اسمه أيضا الإمارة تستقبل الكثير من الفعاليات الرياضية العالمية، من بينها كأس دبي الذهبي للبولو واللي يستقطب أشهر فرق البولو وأشهر اللاعبين على مستوى العالم، وعندنا بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس. أظن أخت سماح تحب هالبطولة. عبد الله سأطلع أخبارنا. ولا شك لا يخلو موقع وجدول فعاليات دبي من العروض والحفلات الموسيقية لعشاق الموسيقى والفن، مثل The Phantom of the Opera في دبي أوبرا، وغيرها من الفعاليات الكثيرة والمتنوعة في شهر مارس وإبريل، مثل عندنا مهرجان دبي للكوميديا، عندنا مهرجان دبي للمأكولات، عندنا أرت دبي، عندنا كأس بولو، وعندنا بعد مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية والألعاب، واللي يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والإصدارات الجديدة من الألعاب ومنافسات وبطولات. جميل جدا. بعد الكثير الجميل، وكذلك يعني من الفعاليات الجميلة واللي دائما تتكرر في كل سنة اللي هي تحديات ركوب دراجات الهوائية كذلك. ممكن طبعا يعود طواف الإمارات إلى دبي في تاريخ 23 فبراير، واللي تعتبر من أبرز تحديات ركوب الدراجات الهوائية في المنطقة. نعم أكيد، أنت تعرفين ما شاء الله دبي اليوم في أماكن خاصة للدراجات الهوائية. نعم. ممكن الواحد يأخذ راحته ويستمتع أكيد في شوارع دبي. صحيح. أكيد الأماكن عبد الله وأختي آسيا، الأماكن المختصة بالفعاليات الرياضية والأنشطة الرياضية في دبي يعني آمنة ومتوفرة في كل المناطق، حتى السكنية وغير السكنية، كل حد يقدر يعني يستمتع بهالرياضة، خاصة في الأجواء الجميلة نرد نقول، وبطريقة مثل ما قلنا يعني منظمة وآمنة لجميع، صحيح، الفئات العمرية. دوركم أختي آسيا أكيد في ظل وجود هاي الفعاليات المتعددة والمختلفة، وهذه حقيقة الأجندة الحافلة بالكثير من الفعاليات، دوركم في دعم السياحة في دبي. يعني هو أكيد أي زائر لدبي، نحن ما نتكلم عن المقيمين، الزوار يوم دبي يمكن أهم شيء، حتى بدك توك راد من السفر تعرف على المدينة والفعاليات اللي فيها، فهذا شيء وايد يعزز دور السياحة أو يدعم السياحة في الإمارة، فدوركم في دعم القطاع السياحي في دبي. الفعاليات تعتبر عنصر جدا مهم وحيوي لجذب سكان وزوار دبي، واللي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل أو لتعزيز مكانة دبي لتكون أفضل وجهة للزيارة والسكن والعمل، وطبعا وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل دبي ضمن أفضل 3 مدن في العالم للترفيه والأعمال. جميل، يعني يمكن هذه الأشياء اللي نشوفها اليوم في دبي من الأشياء الجميلة والرائعة، واللي ممكن أكيد الزوار دبي والمقيمين أنهم يستمتعون من خلال هذه الفعاليات المنوعة اللي موجودة أكيد في دانة الدنيا دبي. يعطيك الصحة والعافية أختي آسيا، وشكرا لك على تواجدك اليوم معنا أكيد من خلال برنامج مسا دبي، ونتمنى لكم توفيق، وإن شاء الله دبي للإعلام معكم في تغطية هذه الأحداث الجميلة والفعاليات. يعطيكم العافية أخوي عبد الله وأخت سماح، وأهم شيء تنزلون تطبيق جدول فعاليات دبي عشان تتعرفون على الفعاليات اللي راح إن شاء الله نعلنها قريب في الموقع والتطبيق. إن شاء الله. جدا صحيح أن يكون كل حد عنده هاي التطبيق عشان يتعرف على الأبديت في مواضيع أو في الفعاليات الخاصة بدبي. صحيح صحيح. ما شاء الله أختي آسيا. طبعا نحن بنعرض أكيد على الشاشة الموقع الإلكتروني أكيد، والمشاهدين يقدرون يزورون هاي المواقع. ما شاء الله أختي آسيا الهاشمي. شكرا ألف شكر. شكرا لك. إذن هناك كثير من الفعاليات، أي فعالية راح تشاركين إن شاء الله؟ يعني غير التنس، نعرف إنك تحبين التنس يعني، وهذا تكلمنا عنه، شو الفعاليات القادمة يعني اللي تحبين تكوني موجودة؟ بنصير ناكل عبد الله. الأكل بعد صح. الأكل شيء حلو. صح. وبعدين الدراجات الهوائية، يعني أنا من الناس اللي أحب الدراجات الهوائية. تنصحني يا سيد الدراجات الهوائية؟ أنت لا، أنا جربتش فحتى لا، ما يعني حق المغامرات أنت لا. إذا المشاهدين الكرام، ها ما هذا قرار 2024، ها بقاوم الخوف وبنطلق خلاص.
وأنا بنطلق بأخذ هذا الفاصل